لقد أبى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تكون مهمتي الأولى بهذه الصفة الجديدة تشمل عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وأن تكون مصر من بينها، على اعتبار أن المسائل المطروحة سواء ما تعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية أو عدد من الملفات الأخرى في المغرب العربي والمشرق العربي والقارة الإفريقية، كلها تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر الشقيقة. وأنا أنقل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مودة، رسالة إخاء، رسالة تجديد الالتزام بهذه النوعية الخاصة لعلاقات البلدين. الظرف والوضع المتعلق بالعلاقة بين الدول حوض النيل، وبالوجه الخصوص علاقة الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر، تمر بمرحلة دقيقة، ونحن في حاجة كجزائر إلى الاطلاع على جزئيات الأمور، ولا نكتفي بمعرفة سطحية لهذا الملف الحيوي، ونقدر تماما أن الشعوب الثلاثة تعتبره كذلك، ونرى أنه من الأهمية بمكان أن تصل هذه الدول الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ما له من حقوق، وتحفظ كذلك واجبات كل الأطراف لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة، وتجعلها مبنية على أسس قوية على قدم المساواة. ما زلنا في اهتمامنا بهذا الموضوع، لأنه موضوع أساسي بالنسبة للدول الشقيقة وصديقة، وللجزائر دائما هذا الموقف الثابت، أننا حريصين على ألا تعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانب العربي والجانب الإفريقي في دائرة الانتماء بالنسبة إلينا وبالنسبة لأشقائنا المصريين، لا تعرض هذه العلاقة المتميزة لمخاطر نحن في غنى عنها. ما يحدث في تونس الشقيقة شأن داخلي، نحترم سيادة تونس الشقيقة ونتضامن معها، مع شعبها الشقيق، ونقيم اتصالات مع قيادتها، ولدينا القناعة من أن الشعب التونسي الشقيق قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية، وعلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات من أجل وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على السكة الصحيحة. الساحة الليبية تشهد تقدم، تشهد إنجازات معتبرة مقارنة بكل المصائب والمحن التي مر بها الشعب الليبي الشقيق. وقد نكون أو قد يكون الشعب الليبي وصل إلى مرحلة تتسم بانتفاضة القلوب والعقول والوعي من أن مستقبل ليبيا هو ملك لأبناء الشعب الليبي الشقيق، وأن لدول الجوار مسؤولية تضامنية خاصة. عقدت العزم كل من الجزائر ومصر على أن تطلع بهذه المسؤولية كاملة مكتملة.